خطر حقيقي، هذا ما تصف به وزارة الصحة تطورات كورونا في جولة جديدة للمرض يخوضها في البلاد. المخاوف بحصب الصحة والعاملين فيها تأتي إثر ارتفاع نسب غير الملقحين في وقت يعد فيه العراق من بين الدول الأقل إقبالاً على أخذ اللقاحات منذ أولى أيام انتشار المرض. حذرنا من هذه التطورات التي نعيشها اليوم، وقلنا بوضوح وأكثر من مرة بشكل يومي، قلنا أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وضعف الإقبال على تلقي اللقاحات سيؤدي حتما إلى ظهور موجات وبائية جديدة وربما متحورات فيروسية جديدة، مع الأسف هذا اللي كان. داخل المحافظات دائما الإصابات أكثر في المناطق الشعبية المزدحمة، لكن بشكل عام هذه الموجة تشمل جميع المحافظات من ضمنها إقليم كردستان. وأكد أطباء أن المصابين الذين يترددون على المراكز الصحية من المصابين بكورونا يصل أغلبهم بإصابة متوسطة إلى طفيفة، لا سيما وأن الملقحين يتجاوزون مخاطر الإصابة الشديدة، لكن القلق يكمن في هذه الموجة من متحورات جديدة مثل ما حصل في الموجات السابقة. نلاحظ ازدياد في عدد المصابين، الشيء الجيد بالموضوع أن هذه الإصابات تكون بسيطة إلى متوسطة، ليست خطيرة كما في الموجات السابقة، طبعا هذا بسبب ازدياد عدد الملقحين في الفترة السابقة. في الفترة الحالية نلاحظ هناك إقبال ضعيف على المنافذ التلقيحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الموجهة من قبل وزارة الصحة، لذلك نشد على أيدي المواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات والإقبال على مراكز اللقاحات. وتشخص المصادر الرسمية ارتفاع نسب الإصابة إلى نحو 20% وسط تحذيرات من ارتفاعها مع اقتراب عيد الأضحى وتزايد اللقاءات الاجتماعية وأجواء الاختلاط في المحافل العامة. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.